بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أنا دكتور إيهاب الزيات أستاذ مساعد بكلية الصيدلة جامعة الملك سعود إن شاء الله أنا حدرس مقرر صيد 221 لشعبة 67744 بعد الدكتور طبعا عادل غيث والدكتور سيد عودة هيجي الجزء المقرر بتاعي إن شاء الله وهيكون طبعا المحاضرات طبعا هنمشي على النظام الـ LMS ويوتيوب شانل طبعا هيكون عليها الفيديو او الشرح انا هدرس المقرر هيكون من ثلاث اجزاء اساسيه الليبوسومز والايروسولز والنانو بارتكلز طبعا هيكون في طريقه الشرح ان انا هرفع المين فايل او السورس فايل بتاعك اللي انت هيكون مصدرك للمذاكره او للمعلومات اللي انت هتاخدها كبي دي اف فايل على ال ام اس وفي كل فايل هتلاقي فيه لينك للفيديو الشرح طبعا انا اضطريت ان اعمل الشرح او الفيديو يكون حاجه منفصله على يوتيوب شانل لان انا بستخدم فيديو اديتنج سوفت وير عشان انا بدخل الصوت والصوره مع الباوربوينت سلايد وبدخل معاها كمان امبيدد فيديوز بتبقى انيميشن او الستريشنز معينه بتساعدك على فهم الكونسبت بشكل واضح وشكل سريع بالنسبة إن شاء الله للتواصل بيننا وبين بعض هيكون عن طريق في جروب ليدر طبعا لكل شعبة وأنا الشعبة بتاعتكم أنا في تواصل بيني وبين الجروب ليدر إن شاء الله هيكون لو في أي حاجة توجيه من عندي هبعته ليكم عن طريق الجروب ليدر أو لو في أي مقترح من عندكم أو استفسار هيكون برضو عن طريقه أو لو في حد بشكل إنديفيدوال عنده مشكلة في فهم جزئية معينة أو يحتاج مني مساعدة في أي جزء من المقرر فالإيميل طبعا موجود على طول وأنا حاطته لكم وذين الفيديو هتلاقوه موجود أو وذين السلايدز بتاعت الليكتشرز هتلاقوها موجودة وأسعد بالتواصل في أي وقت إن شاء الله وحيكون الريسبونس as fast as I can إن شاء الله نبدأ مع بعض أول جزء الليبوسومز ونتوكل على الله بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة إن شاء الله معادنا مع أول محاضرة عن الليبوسومز الليبوسومز طبعا هي عبارة عن sort of drug delivery system تعتبر تبع الكولويدال ديسبيرشن كولويدال ديسبيرشنز دي احتو كنتو درستوها طبعا يمكن مع الدكتور سيد عودة واتفقنا ان الكولويدال ديسبيرشن دي هي is a form of suspension حتى ممكن تتقال عليها كولويدال suspension لكن الفرق بينها وبين السسبنشن ان السسبنشن انا مش بقدر ان انا اتحكم في البارتكل سايز انها تفضل suspended لان البارتكل سايز بيبقى كبير وبالتالي بيحصل settling او sedimentation after certain time بعكس الكولويدال ديسبيرشن بيبقى البارتكل سايز صغير وبالتالي بتفضل البارتكل suspended continuously أو suspended for a very long period of time وده اللي بيميز لي الـ colloidal suspension عن غيره الليبوسومز هي تعتبر colloidal dispersion عبارة عن يعني dispersed phase in a dispersion medium لكن هي بتبقى structure بتاعها يختلف عن الستركشرز الباقية بتبقى هي ليست particle بمعنى particle ولكنها vesicle بتشابه السيل ميمبرين في انها بتتكون من فوسفوليبيد باي لير الفلو شارت ان شاء الله بتاع الليكشر بتاعنا هنتكلم انترودكشن عن الليبوسومز تعريف الليبوسومز الستركشر بتاع الليبوسومز ايه هو ايه المين كومباوندز او المولكيولز اللي بتدخل في تركيب الليبوسومز وبعدين هنمر على التايبز اوف ليبوسومز ازاي انا بقدر اعمل تيلورنج بقى للليبوسومز دي في طريقه التحضير بحيث انها تؤدي ديفرنت فانكشناليتي هل انا عايزها مثلا تدي ايميديت ريليز تدي سستيند ريليز هل هي ممكن تبقى تارجتد ل سايت معين داخل الجسم ممكن تبقى باسيف تارجتنج او ممكن تبقى اكتف تارجتنج على حسب الفانكشناليتي اللي انا بقدر احطها في الليبوسومز هنمر برضو على البريباريشن اوف ليبوسومز ازاي انا بقدر احضر الليبوسومز وازاي اقدر اتحكم في البارتكل سايز بحسب طريقه التحضير المستخدمه طبعا الاستابيليتي اوف ليبوسومز شيء مهم جدا كاي دوزج فورم هل الاستابيليتي بتاعتها بتبقى enough بحيث ان انا اضمن ان هي تصل للمريض وتؤدي الفانكشن بتاعتها ولا في عوامل ممكن تأثر على الاستابيليتي دي وهاو تو اوفركم العوامل ديت بحيث ان انا احصل على ستيبل دوزج فورم في جزء فن في الاخر ان هو هاو تو ميك ليبوسومز ات هوم بحيث ان انت لو عايز تطبق بقى العلم اللي انت عملته ده في حاجه انت تقدر تستفيد بيها ات هوم وتفيد بيها الفاميلي فتبقى حاجه ممتعه جدا وجميله جدا لو تقدر تطبق حاجه زي كده
في الاتهوم باستخدام ماتيريالز بسيطه واكويبمنت بسيطه بتقدر تحضر لايبوسومر فورميليشن، وهنشوف ده مع بعض ان شاء الله ايه في الاخر. لو جينا نتكلم اول حاجه وات ار ذا لايبوسومز، الليبوسومز هي عبارة عن spherical aggregates أو vesicles زي ما وضحنا، وإن هي بتتكون من amphiphilic molecule زي الفوسفوليبيد. كلمة amphiphilic molecule يمكن مرت عليكم لما درستوا السرفاكتنت وعرفتوا إن السرفاكتنت ده عبارة عن molecule في polar head و non-polar tail، والpolar head ده بيبقى charged group في nitrogen أو carboxylic group أو amino group، اي جروب بتدي تشارج وبتدي بولر كاركتر للكومباوند. والنون بولر تيل ده بيكون من لونج تشين فاتي اسيد، وكل ما يزيد عدد اللونج تشين فاتي اسيد عدد الكربونز ممكن تبقى سي 35 كربونز بتزيد اللايبوفيليستي بتاعه الايه المولكيول. وطبعا ممكن تبقى سنجل بوندد او ممكن تبقى دبل بوندد في الاستراكشر بتاعها. طيب فكره الليبوسومز انها بتورينت اتسلف لما تحط في اكواس ميديا بحيث ان الجزء اللي فيه البولر هيدز ده يبقى فيسنج الاوتر اكواس سوليوشن. وطبعا طالما هي باي لاير يبقى اذا هتوقع ان في الهيد البولر هيدز هيبقوا برضو داخليا في بولر هيدز فيسنج اكواس كور. يعني هنا لو احنا رجعنا للشكل دوت وبصينا في الشكل هنا بيوضح لي ادي الباي لاير بتاعت الليبوسومز، وفي اللي هنا البولر هيدز فيسنج الاكواس انفايرمنت، وفي البولر هيد برضو من الناحيه الثانيه في هنا اكواس فيسيكل بقدر ان انا ايه احط فيها الدراجز. لو كان هيدروفيلك دراجز بيبقى انكوربوريتد هنا. وهنمر طبعا على الانواع الدراجز اللي ممكن يحصل لها انكوربوريشن داخل الليبوسومز، والاماكن اللي ممكن يحصل فيها انكوربوريشن اكوردنج للفانكشنز اللي انا عايزها او طبيعه المولكيول او الدراج اللي انا عايز اعمل له انترابمنت. طبعا الدراج انسايد الليبوسومز بيبقى في نوع من الحماية أو protected من cellular enzymes اللي هي ممكن تعمل له إيه destroy بسات الانزيم لو هو كان susceptible لأي انزيم، أو even حتى من أي factor ممكن يأثر على الدراج كبي اتش أو خلافه. طيب معظم الحاجات اللي هي ممكن تستخدم كفوسفوليبيد أشهرهم الفوسفاتيديل كولين أو فوسفاتيديل إيثانولامين. ده في السلايد دي بنشوف هنا الاستراكشر، ادي اللي هو البولر هيد ده تحديدا بيتكلم من ايه. طبعا عندنا هنا الفوسفوليبيد هنا زي الفوسفاتيدايل كولين، هنا في جليسرول مايتي اتاتشد للفوسفيت واتاتشد للكولين مايتي، وده هو ده يعتبر الهيدروفيليك هيد بتاعي اللي فيه هيدروفيليك كاركتر، وده الهيدروفوبيك تيل بيبقى لونج تشين فاتي اسيد زي ما احنا ايه شرحنا قبل كده. طيب لو جينا هنا عايزين نشوف مثلا الانفيفيليك مولكيول دوت لما بيورينت اتسلف في الاكواس ميديم زي ما احنا اتفقنا ان هو بيورينت بحيث ان في بولر هيدز خارجيه وبولر هيدز ايه من ناحيه الداخليه، وان ده بيكون عن طريق الهيدريشن. يعني الليبوسومز زي ما هناخد في طريقه التحضير لما احنا بنحضرها هي بتبقى ليبيد باي لاير انتركاليتد فوق بعض، لان انت طريقه تحضيرها ان انا بحط الليبيد ده دايب في اورجانيك سولفنت وبعدين بعمل ايفابوريشن للاورجانيك سولفنت ده او بسحبه، فبيكون لي لايرز فوق بعض. لما اجي اعمل هيدريشن عشان الليبوسومز تحاول انها تحمي نفسها من الاكواس انفايرمنت اللي انت حطيت ووتر واديشن اوف اكواس ميديوم، فبتبدا انها تلف على بعض وتعمل شكل الفيسيكل دوت تحاول انها توصل لثيرمودايناميكالي ستيبل ستراكشر اللي هو بنسميه الليبوسوم او السفيريكال فيسيكل بتاعت الليبوسوم. انتوا طبعا خدتوا الميسل درستوا ان الميسل بيبقى فيه نفس الانفيفيليك موليكول ده لكن هو مش باي لاير، بيبقى لاير واحده فقط. الفرق طبعا بين الميسل وبين الليبوسومز وهنشرحها بالتفصيل ان الميسلز بتبقى ليس ستيبل، يعني لو انت عملت دايلوشن اكتر للسوليوشن اللي موجود فيه مايسلز هتبدا المايسلز دي يحصل لها رابشر وترجع ايه تبقى individual molecules of surfactant مجرد موجوده في السوليوشن بتاعك.
وتفقد الخاصية أو الميزة اللي كانت موجودة بوجود الميسل من ناحية السوليبلايزيشن بتاعت الايه الليبوفيليك دراج. لكن الليبوسومز الميزة ان انت لو عملت دايلوشن هتفضل محافظة على الفيسيكولر ستراكشر بتاعها بدون ما تتأثر. طيب هنا بنتكلم على الستراكشر اوف ليبوسومز، وقلنا معظم الحاجات اللي بتستخدم او اشهرها الفوسفاتيدايل كولين والفوسفاتيدايل جليسرول او فوسفاتيدايل ايثانولامين، وقلنا طبعا موضوع الاورينتيشن بتاعها شرحناه. الليبوسومز ممكن تبقى ما تتكونش من طبقه واحده، ممكن تبقى عده طبقات، وهنتطرق لده بالتفصيل لما نيجي نتكلم على انواع الليبوسومز. هنا بنتكلم على الليبيدز، الليبيدز اللي بتستخدم في صناعه الليبوسومز او في تحضير الليبوسومز ممكن تبقى ناتشرال ليبيد وممكن تبقى سينثيتك ليبيد. الناتشرال طبعا الفوسفاتيدايل جليسرول او فوسفاتيدايل كولين او زيرين او ايثانولامين، وفي دي اكزامبلز من ديفرنت كومباوند سينثيتك ليبيدز. بقدر ان انا اعدل في الاستراكشر لاني عايز اوصل لكاركتر معينه عفوا او فانكشن معينه في الليبوسومز بتاعتي. الليبيدز ممكن تقسم من حيث طبيعتها، هل هي كاتيونيك او نيوترال او انيونيك على حسب التشارج اللي هي بتحملها. والكاتيونيك دي ممكن تبقى مونوفيلنت او مالتي فيلنت، تحمل اكتر من تشارج. بالنسبه للشيبس اوف ليبوسومز، عندنا الليبوسومز ممكن تبقى يونيلاميلر، يعني تحتوي على طبقه واحده فقط من الايه الباي لاير ميمبرين دوت او الباي لاير فوسفوليبيد، فطبقة واحدة فقط وبتبقى صغيرة في الحجم، بسميها طبعا لو الحجم بتاعها من 20 ل 100 نانومتر بتبقى اسمها small unilamellar vesicle. لكن لو كان الحجم بتاعها كبير جدا من 100 ل 5000 نانومتر بسميها large unilamellar vesicle. تمام، طبعا الحجم دوت بينتج بسبب نتيجة التحضير، واقدر ان انا اتحكم فيه واوصل اللارج يونيلاميلر فيسيكل لسمول يونيلاميلر فيسيكل. احيانا في الميثود اوف بريباريشن بينتج عندي ليبوسومز بتبقى مالتي يونيلاميلر فيسيكل وبتبقى عبارة عن كذا طبقة ورا بعض، وبتبقى السايز بتاعها من 1 ل 5 مايكرومتر. طبعا كده انا مش بتكلم في النانومتر رينج، لا انا طلعت في المايكرون رينج، وبتبقى ليها اسم تاني اللي هي like onions او onion like structure، لانها الاستريشن دوت او الطبقات دي شبه بالظبط لما انت تجيب onion وتعمل TS او transverse section فيها، فهتشوف الطبقات ديت. فبالتالي دي بتبقى المالتي لاميلر فيسكل، بتبقى اكتر من ليبوسومز جوه بعض. في الشيبس اوف ليبوسومز لو كانت هي يونيلاميلر بيبقى مش بس سمول او لارج ليبوسومز، لا في حاجه اسمها جاينت ليبوسومز، تبقى كمان اكتر من 5 مايكرومتر، تصل الى 200 مايكرومتر، ودي بتبقى جاينت ليبوسومز كبيره جدا طبعا. ودي بتبقى برضو بقدر ان انا اتحكم في السايز بتاعها واعملها سايز ريدكشن زي ما هنشوف ليتر اون. الفيديو ده فيديو جميل بيوضح لنا الاستراكشر اوف ليبوسومز، يا ريت نشوفه مع بعض ونتعرف بشكل كده انيميشن على شكل الليبوسومز بيتكون من ايه. Phospholipids are often drawn as a ball representing the head group with two tails attached representing the fatty acids. In an aqueous environment, phospholipids orient themselves into a thermodynamically stable structure called a bilayer. This flat sheet of lipid then curves into a geometric structure which has no edges, a sphere. SUVs range from 30 to 70 nanometers in diameter, while MLVs can be several microns in diameter. LUVs, or large unilamellar vesicles, range from 70 to 120 nanometers in diameter. Liposomes can encapsulate both water-soluble and fat-soluble drugs, which are slowly released as the liposome is broken down by enzymes and acids found in tissues and cells, especially at disease sites. لو جينا نتكلم على موضوع الـ entrapment of drug in the liposomes، طبعا احنا قلنا ان انا بستفيد من الليبوسومز ان انا اقدر اعمل فيها entrapment او incorporation لليبوفيليك drug او هيدروفيليك drug، ودي ميزة كبيرة، ممكن احط two drugs ايه مع بعض. طيب انواع الدراجز اللي ممكن تدخل، اول حاجة عندنا الهايلي non-polar drugs، وطبعا طالما هو non-polar او liposomal يبقى انسب مكان ليه هيبقى في الفيسيكل
within الليبيد باي لير او التيلز بتاعت الايه الفوسفوليبيد هنا، لان المنطقه دي هي تعتبر الايه الهيدروفوبيك بارت بتاعتي. طب لو كان بولر موليكيول، البولر موليكيول احسن مكان ليه طبعا يبقى في الاكواس كور اللي موجوده جوه هنا في الاكواس كافيتي، او ممكن الدراج يبقى كونجيجيتد اون ذا سيرفيس، يعني ممكن ان انا اعمل على السيرفيس اتاتش لسيرتين ليجند معين في طريقه التحضير برضو، وعن طريق الليجند دوت انا بقدر ان انا اتاتش للدراج او يحصل بينه وبين الدراج اي نوع من الكونجيجيشن ويبقى موجود على السيرفيس، ويبقى ليه هدف طبعا ان هو ليه بيبقى موجود على السيرفيس مش انكوربريتد في الداخل. ممكن الدراج يبقى جينيتك ماتيريال ايذر جين او دي ان اي او ار ان اي او سيرتن بروتينز، وبتبقى موجوده ان سايد الايه الليبوسومز في الاكواس كور. الفيديو ده بيوضح لنا انيميشن بيوضح الانترابمنت اوف دراج ان ليبوسومز، وبناخد هنا في الفيديو ده مثال الانفوتيريسين بي كمثال لليبوفيليك دراج، وازاي اقدر ان انا اعمل انكوربريشن للانفوتيريسين في التحضير بتاعه ويبقى داخل الليبوسومز. Since liposomes are composed of natural lipids which are biodegradable and biologically inert, their toxicity is minimal. The amphotericin B molecule is a good candidate for liposome-based drug delivery because it has a useful duality. On one side, it has a polyhydroxyl chain which is hydrophilic, and on the other side, it has a polyene hydrocarbon chain which is lipophilic, which allows the amphotericin B molecule to be encapsulated between the double lipid layers of a liposome. However, creating a true liposomal preparation is expensive and involves several complex processes. Cipla is only one of the few companies in the world which have successfully developed this advanced liposomal technology. The first of many complex steps is to intercalate amphotericin B between layers of bilipid film. When the layers of bilipid film are hydrated, they swell up, and when they are agitated, the layers close up to form large multicellular vesicles. The size of these vesicles is greatly reduced to nano-sized particles using a technique called high-pressure homogenization. These are true SUVs, single unilamellar vesicles. Such liposomes can be infused intravenously without any additional process such as sonication. لو جينا نتكلم على الفرق ما بين المايسلز versus الليبوسومز، طبعا في اختلاف في الاستراكشر، من حيث ان ديت اول حاجة ظهر عندي هنا ان ديت باي لير من الانفيفيليك مولوكيلز او الفوسفوليبيد بتاعي هنا في الليبوسومز، لكن هنا بيبقى مش فوسفوليبيد، بيبقى سيرفاكتانت مولوكيل، سواء كان اتشارجد او انايونيك او كاتيونيك سيرفاكتانت او نون ايونيك سيرفاكتانت زي توين او الاسبان، ولو كان اتشارجد ممكن يبقى زي صوديوم بلوراي سلفيت مثلا كاكزامبل ميل انايونيك سيرفاكتانت. هنا في الاختلافات ما بينهم طبعا من حيث الاستراكشر بتاعهم ان الاثنين بيكونوا فيسيكولار فورم، لكن ده طبعا في باي لير زي ما اتفقنا او زي ما شرحنا، وهنا ده بيتكون من لير واحدة فقط. الليبوسومز formed mainly by phospholipid molecules زي الكوليسترول، لكن السيرفاكتانت بيكون من الديترجنت او emulsifier molecules. الليبوسومز not formed spontaneously، يعني هي بتحتاج ان انا some sort of energy عشان اوصلها للسايز اللي انا عايزه او اللي انا اعمل لها يعني agitation بشكل ما، بحيث انها تبدأ تكون الفيسيكولار فورم اللي انا عايزه، وان هي تبدا ايه يحصل ديستريبيوشن ليها في السوليوشن او الهايدريشن لما بحط الاكواس ميديوم بتاعي، وتبدا تكوني الفيسيكولار استراكشر. وبحتاج برضو ان انا اعمل هيت او سورس اوف هيت على اساس ان انا في تمبريتشر معينه بيبدا الفوسفوليبيد بتاعي يبقى مور ليكويد او مور فلويد، وبيسيب بيتحول من الكريستالين ستيت للفلويد ستيت، واقدر ان انا ايه الاقي الليبوسومز قدامي بتتكون، وهنشرح الموضوع ده من ناحيه الفيزيكس ليتر اون. المايسلز طبعا
بتتكون spontaneously مجرد بس انها تصل لكونسنتريشن معين من السيرفاكتنت في السوليوشن بتاعي، وبنسميه الكونسنتريشن ده السي ام سي او كريتيكال مايسل كونسنتريشن، اللي هو لو انت وصلت له يبقى انت عارف ان هيبدا بيوند الكونسنتريشن ده او اكتر من الكونسنتريشن ده اي سيرفاكتنت زياده هتضيفه هيكون لك المايسلز. وبالتالي هيحصل العكس لو انا عملت دايلوشن، هنزل عن السي ام سي او كريتيكال مايسل كونسنتريشن وتبدا المايسلز بتاعتي يحصل لها ايه ديسربشن، او ان هي تبقاش ستيبل ويحصل ايه رابشر للمايسلز اللي موجوده. طيب ايه الحاجات السيميلر ما بين الليبوسومز وما بين المايسلز؟ اول حاجه ان هم بيتكونوا الاثنين من انفيفيليك موليكولز اللي هي فيها بولر مويتي ونون بولر مويتي. الاثنين بيكونوا فيزيكولار ستراكشر، وبيدراج بيبقى within الفيسيكولار ستراكشر ديت. ممكن الليبوسومز والمايسلز الاثنين عندهم طبعا فارماسيوتيكال ابلكيشن كتيره جدا، واضافوا ميزه كبيره جدا للبروتكشن او السوليبلايزيشن اوف ميني دراجز. والاثنين ممكن يستخدموا او يوظفوا في التارجت دراج دليفري سيستم. هنكتفي بهذا القدر ان شاء الله. دي المحاضرة الأولى. لو في أي استفسارات أو أي أسئلة أتمنى أن تدخلوا على الـ LMS وتبعتوا لي كل الانكويريز بتاعتكم، أو على الإيميل، أو حتى إيفن على الفيديو بتاع اليوتيوب ممكن تضيف الكومنت بتاعك لو أنت عايز تكومنت على certain point، وأقدر أن أنا إن شاء الله أتواصل معاكم وأشرحها في الفيديو القادم بإذن الله، أو أرفع لكل الاستفسارات بتاعتكم إن شاء الله سيبرت فيديو اقدر اناقش فيها النقط اللي هي تعتبر ايه misleading او مش واضحة عندكم. اتمنى ان شاء الله يكون الشرح واضح بالنسبة لكم. لو في اي اسئلة اسعد بتواصلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.